شو بدي هون؟ بالحلقة الجاية لسا عم تهرب مني. ما صالي ولك شايفة منهارك. ما بدي رد عليك. مو ما عم بيرد عليك. هذا الشيء بدل انه هو ما بحبك، لازم تتركي. صح البيت مقدور عليه بس اهلك لا. بدي تعرف عبيه، بدي تعرف عبيه. عمو اسعد، عمو اسعد، عمو اسعد. بعد ناقصنا انت تفزني يا مان. شو عم تحكي؟ خليني اخبرك. دليلة حلوة وكذابة. خليني الناس تعرف انك كذابة. كل جمعة وتنين 9 الا ربع على الام تي في. الله ينتقم منك ويبعث لك شي باس يقشك يا دليلة يا بنت بديعة.